السلام عليكم، معاكم عبير ناجي. النهارده عملت لكم طاجن المكرونه بالسجق. زي ما انتم شايفين كده شكله تحفه، احلى بجد بكتير جدا من اللي بناكله من محلات بره. كمان حاجه في البيت ونظافه البيت طبعا، بجد حلو قوي وعجب اولادي جدا، وكان احلى واطعم من الجاهز بكتير. تعالوا نشوف بقى عملناه ازاي. بس قبل ما نروح، يا ريت اللي مشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس زوم، ينسانيش في اللايك لو سمحت. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. انا ما قدرتش امسك نفسي وفضلت اكل لحد ما كنت قربت اخلص. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه معايا هجيب الحله بتاعتي واحطها على النار وشويه كده من الزيت فيها، وهحط بصلايتين كبار هقطعهم حتت صغيره وهحطهم في الزيت لحد ما ياخدوا لون دهبي معايا، مش هخليهم يحمروا قوي، واكون في نفس الوقت محضرة كام فص كده من الثوم معايا وفرمهم كويس. هنزل بيهم معايا في يعني بعد ما يصفروا شوية، علشان بس مش عايزة الثوم ياخد لون جامد معايا، بس كده. وهقلبهم كويس، واكون مقطعة سجق معايا نص كيلو من السجق هيعمل معانا 4 طواجن، منهم طاجن كبير. تمام كده، عشان تبقوا عارفين الكمية. احط بقى السجق بتاعي ده، نص كيلو من السجق تقريبا مقطعاه. لو عايزه طاجنين بس ممكن تحطي ربع، تعملي ربع كيلو من السجق. صراحه بيدي كميه حلوه جدا جدا يعني. اقلبهم كويس لحد ما احس كده ان السجق، انا مقطعاها صغيره طبعا، يعني لانه طبعا ما عندناش مشكله ان السجق يتفرفت كده، لان الفرفته دي هتبقى مع المكرونه طبعا هتعمل هتطعم المكرونه وتخلي المكرونه طعمها حلو قوي. حط بقى معايا معلقه كبيره من بابريكا مهمه جدا، والفلفل الاسود كمان، معانا شويه من الكمون، ومعانا ملح، والشطه بقى دي حسب الرغبه وحسب ما بتحبوا الشطه. الملح معانا هنحط معلقتين صغيرين، وبعد كده انت هتبتدي يعني هتخلي بالك من الملح كل شويه في كل مرحله. لو حبيتي تزودي ملح هتزودي، ما حبيتيش واستكفيتي بالملح كده خلاص. تمام، قلبهم كويس. هسيب بقى السجق بتاعي ده يعني يستوي معايا شويه صغيرين كده على النار، وكده خلاص استوى معايا تقريبا. محضره بقى كيلو من الطماطم، الطماطم تبقى حمرا قوي، لو حاسه الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي حطي بقى معلقتين من الصلصه المعلبه، عشان احنا برضو عايزين المكرونه تكون معانا لونها احمر قوي، وده هيساعدنا برضو في البابريكا انها بتخلي لون المكرونه احمر وجميل. هسيبها بقى انا على النار تتسبك كده لحد ما الطماطم تتسبك وتبقى كانها طماطم مكرونه عادي احنا بنعملها. معايا بقى كيلو تقريبا، انا استعملت كيلو يعني كيسين مكرونه للنص كيلو، يعني لو حابه ان انت تستعملي كيس بس نص كيلو هتحطي اصلا تستعملي ربع كيلو من السجق. صراحه هي اكله اقتصاديه برضو. هقلبهم كده شويه مع بعض، وهبتدي انزل بشويه من الميه السخنه لحد ما تشوفوا، هتشوفوا دلوقتي هتبقى متغطيه ازاي. طبعا احنا هندوق في المرحله ديت الملح بتاعنا والشطه برضو، يعني حبينا نزود شويه شطه شويه فلفل شويه ملح، هنظبط كده المرقه معانا مظبوط على حسب ما انتوا عارفين طبعا ان السجق احيانا بيجي فيه الملح بتاعه مظبوط واحيانا لا. نحط الميه كده السخنه زي ما انتم شايفين، يعني بنحطها سخنه عشان نستغل الوقت وما نقعدش وقت طويل لسه عقبال ما تغلي معانا تاني. بصوا انا هسيبها بس دقيقتين على النار، وبعدين هوطي النار عليها، مش هعلي النار، يعني دقيقتين نار عاليه وبعدين تقريبا 5 دقايق النار واطيه. في الحاله ديت والمرحله دي بعد ما تستوي هي ممكن تتاكل، يعني بصوا شكلها جوسي ازاي وفيها صوص خطيره، احنا ممكن ناكلها كده تحفه. بس احنا عايزين نوريها لولادنا او نديها لهم زي ما بياكلوها في المطاعم، لحد بقى مرحله الطواجن هي بتتقدم كده في كل المحلات بتاعت الكشري اللي بيجيبوا منها الولاد الطواجن وكده. هنحط عليها موتزاريلا، هندلعها اكتر ونشخلعها كده ونخليها زي بتاعت المحلات الجامده جدا. هدخلها تحت الشوايه بس يعني 3 دقايق كده تاخد وش، زي ما قلت لكم هي مستويه مش محتاجه اي سوى. بصوا شكلها بعد ما طلعت وانا برضو بفتحها تاني بجد 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 حلوه من الاخر. طبعا الوصفه ديت انا شفت صاحبتي وحبيبتي الشيف الجامد جدا هبه الغياثي عاملاها، قلت لها استاذنت منها ان انا اعملها وعملتها. هسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع الفيديو بتاعها، ادخلوا عليه واشتركوا عندها، ولو عجبتكم الوصفه قولوا لها، ولو عجبتكم الوصفه
منها اكتر قولولها، ولو مني اكتر قولولي ما تنسوش، ويا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وما تنسونيش في اللايك لو سمحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.